ولما بلغ عليه الصلاة والسلام 4 سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية، ثم عادت فوافتا بالأبواء أو بشعب الحجون الوفاء. صلى الله وسلم عليه. فحملت حاضنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه. صلى الله وسلم عليه. وأدخلت على جده عبد المطلب فضمه إليه ورقى له أعلى رقية، وقال إن لابني هذا لشأنا عظيما، فبخ بخ لمن وقره ووالى. صلى الله وسلم عليه. ولم تشك في صباه جوعا ولا عطشا قض نفسه الأبية، وكثير ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأروى. صلى الله وسلم عليه. ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مضايا المنية، كفله عمه أبو طالب شقيق أبيه عبد الله. صلى الله وسلم عليه. فقام بكفالة بعزم قوي وهمة وحمية، وقدمه على النفس والبنين وربى. صلى الله وسلم عليه. ولما بلغ 12 سنة رحل به صلى الله عليه وسلم عمه إلى البلاد الشامية، وعرفه الراهب بحيرا بما حازه من وصف النبوة وحوى. صلى الله وسلم عليه. سيد العالمين رسول الله ونبيه، قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أوى. صلى الله وسلم عليه. وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية، وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلا. صلى الله وسلم عليه. عمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية، فرجع به ولم يجاوز من الشام المقدس بصرى. عبد اللهم أمره الكريم بعد في شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وزد وبارك. صل وسلم وزد وبارك عليه. صلى الله وسلم عليه.